بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا دكاترة المستقبل؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل الامور تمام. بالنسبة للدنيا عندنا ان شاء الله في التمهيدي زي ما احنا كنا متفقين مع بعض، الامور هتبقى ماشية ان شاء الله لغاية ما ربنا ييسر الامور ونشوف الموقف هيمشي ازاي بعد الفترة الجاية. المحاضرات احنا ان شاء الله المفروض هنحضرها لكم على مستوى كل المواد، هتبقى متسجلة زي ما وضحت لكم، اوديو وفيديو هتبقى معاكم، تبعت لكم اول باول ان شاء الله لغايه ما كل الدكاتره يخلصوا الجزء اللي مطلوب باذن الله، ولغايه بس ما نعدي فتره الاسبوعين دول ونشوف الموقف هيمشي ازاي. طيب بالنسبه للماده بتاعتنا نظريه الاداره او المانجمنت ثيوري، زي ما احنا كنا قايلين اول السمستر 2 مظبطين مع بعض، هيبقى عندنا حوالي 3 او 4 topics بلس احنا قلنا هنختار topic واحد من البيبر او الليست اللي انا اديتها لكم اللي احنا قلنا هنشتغل فيها الفترة الجاية، وهنبعتها او هنسلمها هارد او سوفت كوبي، وهبدأ اعمل لها ايفالويت وقيمها ونختار يعني توبيك من اقوى او احسن التوبيكس. طيب بلس الكلام ده احنا اوريدي كنا عملنا كفر لموضوع مع بعض في اللكتشرز اللي احنا اتقابلنا فيها في اول سمستر، اتكلمنا عن الانترودكشن للمانجمنت ثيوري، وبدأنا نعمل discussion لل different approaches وراجعنا عليها وحلينا عليها شوية، وفي آخر محاضرة قابلنا بدأنا نتكلم على topic مهم جدا في المانجمنت أو من الكور بتاع المانجمنت اللي هو ال decision making. كنا بدأنا فيه introduction وتناقشنا فيه شوية وعرفنا ايه هو ال decision وايه ال decision making process، وبدأنا نطلع example من real life أو ايه فعلا اللي احنا بنقابله في حياتنا في الليلي لايف بتاعتنا او الليلي ديسيشنز وازاي بنتعامل معاها. اتكلمنا ان في انواع مختلفه من الديسيشنز او القرارات بتقابلنا، وحسب اهميه كل قرار او نوع ببدا اشوف ايه الابروتش المناسب للتعامل معاه او ايه طريقه الحل او نوع القرار المناسب حسب المشاكل المختلفه اللي بتقابلنا، وبدانا ندي امثله على كده. طب خلينا من اول هنا هبدا اتكلم معاكم تاني برضو عشان الناس اللي كانت معانا في الجزء ده او اللي ما كانوش معانا يبقوا برضو متابعين الجزء ده من اوله. ده مثلا نكونسيدر ان هو topic 2، ويبقى نختار topic تاني مع بعض بلس topics اللي هنختاره من البيبرز اللي اتكلمنا عليها. طب خلينا النهارده ندي انترو كده برضو على الديسيشن ميكنج تاني. قلنا الديسيشن حاجه مهمه جدا في المانجمنت بروسيس وفي المانجمنت سايكل، وهنقول ازاي برضو النهارده في التوبيك او في الشابتر ده. الديسيشن نفسه بيبدا ازاي او ايه البروسيس بتاعته؟ قلت هو بيبدا عباره عن بروبلم او مشكله معينه بتقابلني. الكلمه دي بتحمل جواها مجموعه من الحاجات الكتير قوي، زي مثلا عندي اكتر من تشويس او اوبشن، عندي جاب معينه بين اللي انا فيه وسامثينج تاني او حاجه عايزه اوصل لها، عندي حاجه اوبجكتيف او تارجت او جول معين وانا ماشي في طريق معين عايزه اوصل له. كل ده بيوضح لي الفكره بتاعه البروبلم. يبقى topic الشابتر within introduction to decision making قال لي key to success in your life in your career to be effective decision maker. في حياتنا العمليه day by day بننجز مجموعه كبيره جدا من القرارات، في قرارات زي ما قلنا منها الكوست بتاعتها عاليه وبتاثر على حياتنا وعلى اور كارير على اللونج ران، محتاجه ان احنا نبقى بيشن جدا في الستبس اللي احنا بناخدها. دي قرارات بتبقى سهله وبسيطه وروتينيه بنتعامل معاها ديلي، دي بتبقى سهله وبنبدا ناخدها او نعملها بروسيسنج على شورت تايم، او ممكن ناخد القرار في لحظات او في دقائق. فطبعا قال لي هنا الكونسبت او الكور بتاع النجاح في حياتنا في الاداره في الكارير بتاعك او في شغلك ان انت تبقى effective decision maker، يعني مش just decision maker عادي او بتاخد قرارات by random، لا ازاي بتفكر تاخد القرار بشكل scientific، تفولو scientific steps for decision making لغاية ما توصل ان انت ايه توصل للتارجت او الجول بتاعك او تعمل filling الجاب. طيب التوبيك النهارده بقى انا هتكلم من اول الكونسبت بتاع ال decision making. ايه هو ال decision نفسه؟ قال لي دي عملية choice from two or more alternatives. زي ما قلنا مع بعض كده ان لو just عندي one option او one choice كده انا لسه مدخلتش decision making process، لكن العملية دي بتبدأ once ان انا دخلت في problem معينة او يحصل لي motivation ان انا هبدأ اخد قرار معين في حياتي يخص شغلي او يخص دراستي او whatever، فبيبقى عندي اكتر من choice او اكتر من option ابدأ اشتغل عليه. طيب المهم عندنا دلوقتي ان انت لقيت نفسك في الكيس بتاع البروبلم دي او عندك اكتر من choice،
وعايز تفكر بشكل ساينتفك وتتبع ستيبس معينة بشكل علمي لغاية ما توصل لأنسب قرار تشتغل عليه، دي البروسيس اللي احنا عايزين نناقشها النهاردة. أول خطوة فيها زي ما قلت كده اللي هي بتلخص كل اللي بيحصل في البروسيس دي، وبعد كده هنبدأ نتكلم في كل خطوة بالتفصيل، هي البروبلم. طيب والتوبيك أو الشابتر معانا النهاردة برضو عامل اتاش لريل اكزامبل على اورجنايزيشن أو بروبلم معينة، والستبس الاورجنايزيشن مشيت عليها عشان توصل لأحسن سولوشن أو أحسن خطوة أو أحسن حل للمشكلة. طيب فأول ستاب عندنا هي بروسيس بتاع الديسيشن ميكنج already involved أو بتتكون من 8 steps cycle of 8 steps. step number 1 في البروسيس دي هي identifying the problem، إن أنا لازم أحدد الجول بشكل صح اللي أنا هشتغل عليه، وأحدد البروبلم بشكل واضح، وأحدد المين سورس بتاع البروبلم وأفرقها بين السيمبتومز أو الأعراض. لأن هو زي ما بقولك كده، إن أنت تحدد البروبلم بشكل صح وتعرف كل الأسبكتس بتاعتها، ده كده نص الحل بالنسبة لك. فرنس إن أنت مسكت المشكلة، حددت كل تبعيتها وأعراضها والأهداف اللي أنت عايز توصل لها من المشكلة دي وإزاي تحلها، كده أنت إيه بدأت تبني الخطوات الصح وتحط رجلك على أول الطريق. طيب هنا إيه الإكزامبل اللي موجود عندنا في الشابتر ده أو في التوبيك ده خاص بالديسيشن ميكنج؟ هنا كان في أورجنايزيشن فيها سيلز مانجر، وكان عندها مشكلة خاصة بالسيلز بيبل بتوعها أو السيلز ريبريزنتيف اللي هما مندوب المبيعات بتوعها، خاصة بالكمبيوتر بتاعته، إن كان في مشكلة خاصة بالكمبيوترز أو اللابتوبس مش بتأدي الغرض أو الوظيفة المطلوبة منها. فدوم هنا قعدوا مع بعض وعملوا زي برين ستورمينج، وحددوا إن السورس الرئيسي للمشكلة عندهم خاصة بالكمبيوترز. يبقى دي ستيب نمبر 1 في الـ decision making process. طيب بعد ما حددوا المشكلة إن هي خاصة بحوار الكمبيوترز، بدأوا يدخلوا على ستيب 2 identifying decision criteria. ستيب 2 دي مهمة جدا، دي هنا الكريتيريا هي الامبورتنت فاكتورز او المعايير اللي ببدا اشتغل عليها عشان تساعدني ان انا اعمل ايفالويت للمشكله بتاعتي. وطبعا الكريتيريا دي مختلفه من شخص لاخر او من بزنس لاخر او من اورجانيزيشن التانية حسب طبيعه المشكله، وحسب كل كريتيريا من دول هتاثر عليا بليفل قد ايه. فببدا اتنقل لستاب 3 وادي ويتس او امبورتنس او ريلاتيف برايورتي لكل كريتيريا من اللي انا حددتهم في ستيب 2. طب ايه معنى الكريتيريا دي؟ قلت دي important factors اللي هتساعدني ان انا احل المشكلة. طيب نتكلم عن المشكلة بتاعت سيلف مانجر عندنا في الاورجنايزيشن، كان اسمها اماندا، ان هي حددت المشكلة الرئيسية ان هي محتاجة نيو لابتوبس للستاف بتاعها. فبدأت تحدد الكريتيريا، ايه كان المشكلة الرئيسية في اللابتوبس اللي عندي؟ مثلا الستورج بتاعتي الميموري كانت قليلة شوية، الرامز بتاع اللابتوبس كانت بطيئة. فبدأت تحط الكريتيريا اللي هتشتغل عليها عشان توصل لأنسب حل للمشكلة بتاعتك. طيب ايه الاكزامبلز او ايه الليست اللي عملوها من الكريتيريا اللي بدأوا يشتغلوا عليها؟ عملوا هنا ليست اوف 5 كريتيريا تو بي كونسيدر during the process of the decision making according problem of the computers. نمبر 1 حطوا الميموري اند ستورج، نمبر 2 الكواليتي، 3 الباتري لايف، 4 الوارنتي، 5 الكارين ريتس. وقالوا دي الكريتيريا اللي هنبدأ نشتغل عليها عشان نحل المشكلة. يبقى احنا كده عملنا جاست ليست. طيب ستيب نمبر 3 دي تكملة ل 2. احنا قلنا الكريتيريا something customized، يعني مختلفة من كل شخص لآخر أو مختلفة من كل organization للتاني. فعشان أقدر أتعامل في الحوار ده ببدأ أدي relative weight أو importance للكريتيريا دي. يعني ممكن كلنا في department كتير أو areas كتير ناخد نفس الكريتيريا ونبدأ نديها سكورز مختلفة out of 10 or out of 100، أو أبدأ أعمل لها ranking in descending order according to relative priority أو importance بتاعها. فبدأت عندنا السيلز مانجر اللي هي أماندا والتيم بتاعها في step 3 ياخدوا الكريتيريا اللي اشتغلوا أو اللي عملوا لها listing في step 2 ويحط لها ranking أو relative importance. طب إيه الطريقة اللي اشتغلوا عليها هنا في organization أو في department عندهم؟ بدأوا يدوا زي relative weight أو score out of 10 لكل كريتيريا منهم حسب اهميتها وتاثيرها على المشكله وحلها معي. طيب بعد ما خلصوا ستيب 2 و 3، وقلنا ستيب 2 و 3 هما الاثنين خاص بالجزء بتاع الكريتيريا، بداوا من ستيب يدخلوا بقى على بقيه الستابس ستارتنج فروم 4. وستيب فروم 4 دي اللي بتعمل في البروسيس خاصه بجزء الالترناتيفز او الاوبشنز بتاعت البروبلم. يبقى بعد ما حددنا ستيب 1 البروبلم، ستيب 2 حطينا الكريتيريا، ممكن نفس ليست الكريتيريا بس كل تيم او كل مجموعة من الامبليز او كل بني ادم يعمل لها relative importance او priorities according للمشكلة بتاعته.
طب جينا بعد كده بعد ما خلصنا ستيب 1 2 اند 3 نبدأ نشفت الستيب 4. وقلنا من ستيب 4 الحوار هنا خاص بالايه، بالاوبشن او الالترناتيف اللي هتساعدني في حل المشكله. طيب احنا قلنا في ستيب 1 البروبلم خاصه بالكمبيوترز او اللابتوب بتاع السيلز ريبريزنتيف، فبالتالي ستيب 4 بتطلب مني ايه؟ ان انا اعمل ليست بالديفرنت اوبشن او الالترناتيفز المتاحه اللي خاصه بالمشكله. لو بتكلم على مشكله الكمبيوتر واللابتوبس يبقى ستيب 4 مطلوب مني او من التيم او السيلز ريبريزنتيف ان هم يعملوا سكاننج لكل انواع او براندز الكمبيوتر او اللابتوبس المتاحه في الماركت اللي هنبدا نشتغل عليها ونطبق عليها الكريتيريا بتاعتنا عشان نبدا نوصل في الاخر لاحسن تشويس او احسن اوبشن او الترنتيف. فستيب 4 جاست هم عملوا ايه كده في الاورجنايزيشن، اماندا المانجر مع التيم بتاعها بداوا يعملوا ليستنج ووصلوا لايه، وصلوا ليست اوف 8 براندز او 8 تايبس من اللابتوبس موجوده في الماركت، فور اكزامبل زي سوني ولينوفو ابل اتش بي توشيبا، حاجات كتير قوي بداوا يحطوها في الليست بتاعتهم في ستيب 4. طيب ايه المختلف في ستيب 4 عن 5؟ ستيب 4 just developing alternative just I'm making list with all the available options. بدي لنفسي فترة اعمل سكان او انزل الماركت اسأل واعمل سيرش using the internet or the other sources عشان اطلع كل ال available options المتاحة. Then we move to step 5 analyzing the alternative. What do you mean by this? Analyzing ان انا همسك كل option alternative وابدأ احلله اشوف ايه ال pros and cons بتاعته، ايه ال advantage disadvantage، ايه ال positive و negative value. فتبدأ أماندا والتيم بتاعها في analyzing step 5 تمسك كل option من ال 8 options اللي هم عاملينهم listing في step 4 وتبدأ تطلع ال positive و negative value according طبعا لل configurations بتاعت اللابتوبس و according لمعايير مهمة جدا اللي احنا already كنا حددناها في step 2 اللي هي criteria وعملت لها الرانكينج بتاعها. فهاجي في step 6 طبعا هعمل analyzing according للاوبشن بتاعت كل البراندز اللي عندي using the criteria I have already listing or developing in step 2. يبقى لازم في step 6 اخد بالي كويس قوي ان انا استخدمت كل الليست بتاع البراندز او الاوبشن في step 5 taking into consideration او اخدت في اعتباري كل الليست بتاعت الكريتيريا اللي انا حددتها في step 2. After reaching step 6 I have to move to step 7 selecting alternative or option. طب هختار مين وبناء على ايه؟ طبعا بناء على كل steps from 1 to 6 كل اللي انا عملته في الخطوات دي هو اللي هيبدأ يساعدني في عملية اختيار ال option في step 6. طب هختار بناء على ايه؟ اختار the best option طبعا. طب ايه بالنسبة لي best option؟ اللي عنده ال highest total score او ال highest total marks according لل criteria اللي انا حطيتها في step 2 و according لل evaluation اللي انا عملت له analyze في step. يبقى هبدأ استخدم كل المعايير وكل الكريتيريا بتاعتي وابدأ احدد مين احسن اوبشن او افضل اوبشن فيهم اللي محقق الهايست توتال سكور. بعد ما عملت عملية السلكشن واخترت بست اوبشن ويز هايست توتال سكور ببدأ اعمل شيفتنج تو ستيب 7 امبلمنتنج ذا الترناتيف اور ذا اوبشن. وات مين باي امبلمنتنج؟ تنفيذ او تطبيق اللي هي بوت الديسيشن انتو اكشن او انتو ايفكت. هبدأ اخد قراري بالنسبة لمشكلة الكمبيوترز بتاعتنا بتاعت اماندا والتيم بتاعها، هيبداوا يطبقوا القرار ده في الريل لايف. ازاي؟ هنبدا ناخد بقى نعمل زي اكشن بلان. اخترنا فور اكزامبل هما هنا تقريبا وصلوا للبراند ديل، فبالتالي هنبدا ناخد اكشن عشان نطبق القرار ده. محتاجين فاندنج قد ايه؟ البرشيزنج او سبلاي ديبارتمنت هتساعدنا في عمليه الشراء، ايه الستور او المول اللي هنقرر نشتري منه. كل دي خطوات ببدا اشتغل عليها في ستيب 7 عشان احط الديسيشن بتاعي انتو اكشن. طيب في حد جارانتيني 100% ان القرار كان صح from A to Z وانه فعلا حل البروبلم في ستيب 1 ووصلت لاحسن اوبشن؟ ده اللي ممكن اعمله ايفالويشن، وده اللي اوريدي بيعمل لي شافتنج ان انا ادخل في ستيب 8 ايفالويتنج الديسيشن افكتفنس عشان تو ميك شور ان البروبلم في ستيب 1 هاف بين سولفد. طب لو ما اتحلتش ايه المشاكل اللي قابلتني؟ المشكلة كانت في أني ستيب أو في أني خطوة؟ إزاي ممكن أعالج أو أراجع على الخطوة دي عشان أضمن تاني إن أنا وصلت لأحسن أوبشن أو أحسن تشويس وأبدأ أوصل للقرار الصح؟ فطبعا دايما في at the end of the process أو في آخر عملية اتخاذ القرار ببدأ أعمل evaluation لل process كلها وأعمل evaluation للقرار بتاعي عشان أتأكد إن فعلا الخطوات كلها كانت ماشيه صح واتاكد ان انا فعلا حليت البروبلم اللي كانت موجوده عندي في ستيب 1 ووصلت لايه، لافضل قرار. في
اوكي، لو جينا هنا بدأنا نشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه ونمشي مع الستاب سريعا بتاعة البروسيس. يبقى احنا قلنا الديسيشن عبارة عن choice from more than one option او two or more option. قلنا البروسيس مهمة جدا ان انا اطبق اي قرار في حياتي بشكل scientific، فاعدي على ال 8 steps of decision making اللي احنا قلناهم. زي ما قلت step number one is defining the problem. problem زي ما قلت كده معناها واسع قوي عندنا في المانجمنت او في البيزنس او في الديسيشن ميكنج. من سامبل ديفينيشن للبروبلمز هي obstacle او عائق او gap that make it difficult to achieve desired goal. يبقى في حاجة واقفة بينك وبين انت توصل لهدف بتاعك او توصل لكيس معينة فيها عملية stability او عملية هدوء ما فيهاش اي problems او حاجة ناقصك. اذا ما قلت كده ال decision making process دايما بتبدأ بال problem، ودي اللي بتعرفك ان في gap في كيس معينة بين ال case ال existence او الوضع الحالي اللي انت موجود فيه وبين ال desired الحاجة اللي انت نفسك ايه توصل لها. يبقى بقارن بين ال current case وبين ال desired اللي انا عايز ال target او الجول اللي انا عايزها. طيب بعد ما خلصنا step 1 عملنا shift على step 2. قلنا طبعا ال example بتاعنا اللي مشي معانا بتاع Amanda sales manager اللي كانت مشكلتها الرئيسية مع التيم بتاعها ان هم محتاجين new laptops عشان يرجع الشغل بتاعهم لحالة ال stability ويبدأوا تاني يشتغلوا على ال targets او الجول بتاعهم. بعد ما بدأت البروبلم دخلوا على ستيب 2 اللي هي الكريتيريا. قلت الكريتيريا ده جزء مهم جدا في عملية ال decision making process، هي ال important item اللي انا بشتغل عليها عشان اعمل evaluate لل problem بتاعتي واختار احسن option. يبقى ال decision criteria هي ال factors that are important to resolve the problem. يبقى هي عوامل مهمة جدا بتساعدك ان انت تقيم المشكلة بتاعتك وتحاول تحلها. طيب قلنا في الاكزامبل بتاع اماندا بدأ يحددوا ليست من الكريتيريا، وقلنا طبعا نخلي بالنا ان حوار الكريتيريا ده في كونس مهم جدا ان هو مش ثابت على كل الناس ولا على كل الاورجنايزيشن او التيمز، هو كاستمايز او اهميته حسب كل شخص وحسب احتياجات كل تيم او كل ديبارتمنت في الاورجنايزيشن وحسب البايرتيز او اولويته في العمل. فطبعا ستيب 2 دايما مقترنه بالخطوه الثالثه او ستيب 3 ان انا ببدا امسك كل الكريتيريا واديها relative importance او relative weights او relative priority. weights معني زي اوزان او اهميه نسبيه، عشان مش كل الكريتيريا ليها نفس الاهميه aren't equally important، فبالتالي انا محتاج ضروري جدا ان انا اعمل weights لكل item واديهم balance. فهنا هتبدا اماندا والتيم بتاعها مسكوا الفايف كريتيريا اللي كنا قلناهم شغالين عليهم في ستيب 2، عمل لهم رانكينج ان ديسندنج اوردر او بايرتيز معينه وتوم زي ما قلنا كده سكور اوت اوف 10 حسب اهميه كل كريتيريا عندهم، فهم رتبوهم فروم 1 تو 5. كان اهم حاجه بالنسبه لهم يمكن دي كانت مسببه المشكله الرئيسيه في الاولد لابتوبس بتاعتهم الميموري وستورج، ان هي كانت مستحمله كم الشغل اللي عليها، فبالتالي هنا ايه بدأوا يحطوا ان الميموري ستورج خدت اهم حاجه عندهم في الكريتيريا ورانكينج نمبر 1 وخدت سكور ده. يليها الباتري لايف، يليها الكاري كيت، يليها الوارنتي، اند فاينلي الديسبلاي كود. بعد ما خلصوا الكريتيريا وبدأوا يحطوا لها ويتس قلنا بعد كده ان هي ستارتنج فروم ستيب 4 هنبدا نركز بقى على الايه الاوبشن او الالترناتيف بتاعي. ففي الجزء ده من اول ستيب 4 كل الستبس خاصه بالجزء بتاع الاوبشن او الالترناتيف. ستيب 4 زي ما قلت جاست بعمل ليست بالاوبشن او بالالترناتيف، ما بعدش خطوه اكتر من كده. يبقى ستيب 4 جاست ليست ذا افيلبل اوبشنز ذات كود ريسولف ذا بروبلم، اشوف كل المتاح من الاوبشنز اللي عندك واعمل سكان، اعمل برين ستورم مع التيم بتاعك او مع الديبارتمنت بتاعتك وحددوا كل الايه الفايبل او الافيلبل اوبشن. طيب اماندا والتيم زي ما قلنا كده في الفيجر الاولاني واحنا بنتكلم على البروسيس كلها حددوا ليست اوف 8 ستيبس، يعني هنا جاست ايه ام جاست ليستينج اول افيلبل اوبشن اور الترناتيف. الليست اللي هي وصلوا لها وبداوا يجمعوا طبعا انفورميشن او داتا عن كل الكونفيجريشنز او الاسبيكتس او فيتشر بتاعه كل براند من ال 8 براندز عشان الحاجه دي تبدا تساعدهم في عمليه الايفالويشن. بعد ما خلصنا ستيب 4 وعملنا ليست for the option بنشوف بقى كده ال step 5 analyzing the option. وانا analyzing انا ببدأ امسك كل option
واعمل له ايفالويت او ابدا احلله واشوف السترانس والويكنس بتاعته، البروس والكونس، البوزيتيف والنيجاتيف اللي موجوده فيه، عشان ده يأهلني ان انا في الاخر ابدا اختار انسب اوبشن. طيب بعد ما خلصت ليستنج في ستيب 4 وعملت analyzing using طبعا الكريتيريا والويتس اللي انا اوريدي كنت محددها في ستيب 2 و 3، لان هو هنا مبني الانالايزنج على الويتس. كل واحد هيانالايز الاوبشن، همسك البراند ديل، لينوفو، اتش بي، وات ايفر، وهبدا احلله واشوف نقط القوه والضعف بتاعته اكوردنج للكريتيريا اللي انا كنت حاططها في ستيب 2 وستيب 3 والويتس بتاعتها. طيب بعد ما خلصت ستيب 5 وعملت انالايز الكلام ده كله، بدات امانجو والتيم هم يعملوا البوينت اللي احنا قلنا عليها، ان احنا نبدا نختار. هنختار مين؟ هنختار طبعا زبس، كل واحد نفسه يختار احسن اوبشنز او احسن الترنتيف يحل هي مشكلته. طب مين هو زبس عندنا؟ قال لي ذا اوبشن ويز ذا هايست توتال ويت او ذا هايست توتال سكور. طب الهايست توتال ويت او سكور ده جه منين؟ جه واخد انتو كونسيدريشن او واخد في اعتباره كل احنا قلناه بقى، ستارتنج فروم ستيب 1 اللي هي مشكلة أصلا وإزاي أحلها وإزاي حددتها، واخد في اعتبار الكريتيريا والويتس بتاعتها، واخد في اعتبار الأوبشن وإزاي عملنا لهم أنالايزنج وحددنا السترانس والويكنس بتاعهم. فهنا بدأنا نعمل سيلكت، خدنا في اعتبارنا أو ظهر التيبل ده، ظهر أكوردنج للتيبلز اللي فاتت، إن أنا كل في ستيب 2 و 3 كان عندي 5 ويتس، كل ويت اديته لكريتيريا معينه من 5 كريتيريا. هنا بدات اخده واضربه في السلايد اللي فاتت، الكونفيجريشنز بتاعت كل براند، بدات اطلع توتال سكور هنا عند كل حاجه منهم ال 5 كريتيريا بتوعي، اللي هم الميموري والباتري لايف والكارين ويت والوارنتي والديسبلاي. كل الرقم بتاع اتش بي ظهر ان انا كونسيدر الكونفيجريشن نفسه او البراند سكور بتاعه قد ايه، وضربته في التام اللي هي الويت اللي كانت محدده اماندا والتيم بتاعها فيما يخص الجزء بتاع ميموري ستورج. فطبعا التام دي ثابته عند الميموري ستورج بالنسبه لهم، لان دي كانت حاجه ليها الماكسيمم بايوريتي او اعلى اهميه عندهم. فكل السكورز بتاعت كل البراندز فيما يخص الميموري ستورج الكونفيجريشن بتاع كل براند اتضرب في تام. نفس الفكرة عدوها في كل الكولمز لغاية ما يوصلوا للفيفث كريتيريا، بدأوا ياخدوا كل ويت كانت محددة أماندا والتيم بتاعها ويضربوه في كل الكونفيجريشن بتاع كل براند. طب ازاي نجيب بقى التوتال ويت بتاع كل براند؟ اتش بي هبدأ أجمع عند الفايف كريتيريا كل السكورز بتاعتهم، فبطلع في الآخر توتال ويت أو توتال سكور. بعيد نفس الكلام عند الـ 8 براندز اللي احنا شغالين عليهم بتوع أماندا، واطلع 8 توتال سكورز عند الـ 8 براندز اللي هبدأ اشتغل عليه. طيب اخر خطوة احنا قلنا هنا بنختار في ستيب 6 الـ best option the one with the highest total weight او highest total score. يبقى احنا لو بدأنا كده نتيجة الـ 8 ويتس هنا، هلاقي مين اعلى واحد؟ هلاقي ان 249 اللي هيخص بدل هو ده اعلى هايست توتال سكور عندي. فبالتالي مطلوب من اماندا والتيم بتاعها ان هم يعملوا سيلكت مين للتشويس او الاوبشن ده. يبقى ستيب 7 خلاص انا قررت ستيب 6 وخدت في اعتبار الكريتيريا والويتس بتاعتها والديفرنت اوبشنز المتاحه، هدخل على ستيب 7 واعمل امبلمنت او اكسكيوشن للاوبشن اللي عندي اللي هو بوت الديسيجن انتو اكشن. هبدا انفذ القرار، هشوف مين المسؤول عن عمليه التنفيذ، مين اللي هيساعدني، الريسبونسابيلتي، الكومبتمنت، التايم فريم اللي قدامي، الكوست اللي انا محتاجها او الفاندنج، كل الحاجات دي ببدا احددها واشتغل عليها وانفذ قراري في السنة. طب زي ما قلنا انا كده كده ما فيش حاجه تضمن بالظبط ان انا المشكله اتحلت او وصلت لاحسن اوبشن، فلازم البروسيس تنتهي بعمليه ايفالويت للقرار ان انا فعلا حققت او وصلت لاحسن اوبشن متاح. طب يبدا يتطبق عندي في ستيب evaluating the decision effectiveness، ببدأ يقيس الساوندز بتاع ال outcome أو ال decision بتاعي، how effectively would the problem be solved by the outcome result from the chosen alternative. يبقى فعلا الشوية اللي أنا اخترته في ال problem بتاعتي هنا مثلا بتاعت أماندا ديل حل المشكلة، وصلت فعلا لأحسن قرار، الجاب اللي كانت عندي أو المشكلة اللي كانت معطلة الشغل فعلا بدأنا نعدي المرحلة دي ونوصل لمرحلة stability تاني. فببدأ أسأل لنفسي إيه كل الأسئلة دي في step 8 عشان أطمن على القرار بتاعي.
طيب هسأل نفسي برضو، لو البروبلم ما اتحلتش، if the problem hasn't been resolved، يعني if the problem still في مشكلة وانا ما وصلتش للتارجت او الحل انا عايزه، what went wrong، ايه اللي حصل غلط، او الايرور كان فين او الديفيشن كان فين، فستيل ايه بتعمل لي ريفيو او تشيك على البروسيس كلها تاني او على السايكل تاني عشان احدد الايرور او الديفيشن او الستاب اللي كان فيها نوع من الخطأ او الانحراف، كانت اني خطوة وابدا اعد الخطوة دي عشان اوصل تاني للبست اوبشن محل البروبلم بتاعتي. ده كده فيما يتعلق بالبروسيس بتاع الديسيشن ميكينج. طبعا مهمة جدا البروسيس دي في حياتنا عامة، الديلي اوبريشن، ومهمة جدا للمنظمات وللشركات. طيب بعد ما خلصنا البروسيس، ايه تاني عايزين نتكلم عليه في التوبيك ده؟ زي ما قلت كده ان الديسيشن ميكينج مهمة لكل المانجر في كل الاورجنايزيشن، كل ليفل، توب ميدل اند فيرست لاين زي ما اتكلمنا، لانهم مناجوريال وكل الانجليز والوركر مهمة لينا في حياتنا. فعندنا دي نتكلم على أهمية ال decision making لل manager في أي organization ولل decision makers. هنلاقي already اتكلمنا من management وال introduction بتاعتنا، قلت من ال core في ال management هي ال management process أو management functions اللي هي planning, organizing, leading, controlling. لو جينا نتعمق زي ما شرحنا في أول lecture اللي هو ال planning, organizing, leading, controlling، هنلاقي ال planning نفسه بكل تفاصيله. already ايه هو ال planning؟ هي الأول step أو أول function عندي موجودة في الـ process بتاع الـ managerial system، فيها ببدأ أحط الـ objective بتاعتي والـ goals، الـ targets اللي أنا عايز أوصل لها، فيها أوصل للكلام ده كله. فكل الحاجات دي أو كل اللي أنا بقولها دي الـ answer بتاعتها عبارة عن decisions. فبالتالي الـ planning function عبارة عن بلق من الـ decisions. المانجر عشان يطبق الـ planning function صح، هيبدأ يعدي على مراحل كتيرة جدا من القرارات. كل سؤال او كل جزء من البلاننج محتاج ياخد قرار معين عشان يدعم الخطه بتاعته صح. فالايه البلاننج زي ما قلنا عباره عن بلك من الديسيشنز. الاورجنايزنج نفس الفكره، ايه هو الاورجنايزنج؟ هو السيستم، هو الاستراكشر، هو ازاي هتحط الرايت بيرسون في الرايت بليس، ازاي هتختار الموست افكتيف امبلويز، ازاي هتعمل ديزاين للجوبز، ازاي هتحط الاستراكشر بتاع البيزنس. كل الاسئله دي برضو اجابتها عباره ان انت قدامك اوبشنز مختلفه واختيارات متعدده. طب عشان تاخد احسن اوبشن واحسن قرار في كل مقصد اورجنايز، ازاي احدد الاستراكشر اللي همشي عليه، التشارت هحط انهي امبلويز في انهي اريز، ازاي اعمل السيستم بتاعي، كل دي عباره عن بالك من السيشن. فبالتالي لما نيجي نتعمق في المانجيريال بروسس كلها، هلاقي ان البلاننج اورجنايزنج ليدنج كنترولنج عباره عن ايه؟ سات كبيره جدا او مجموعه كبيره من القرارات. نفس الكلام ينطبق عليني زي ما قلت كده، ايه التولز بتاع موتيفيشن، ازاي اختار الموست افكتيف ليدر، ازاي هعمل موتيفيشن للوركر، ازاي هزود البرودكتيفيتي. كل الديتيلز بتاعه الليدنج فانكشن عباره عن بالك اوف ديسيشن. اند فاينلي الكنترولنج فانكشن برضو شغاله على نفس الطريقه، كل التفاصيل بتاعتها بيبقى قدام المانجر او الليدر مجموعات كبيره من الديسيشنز او القرارات، ومطلوب منهم ان هم يوصلوا لاحسن اوبشن. ايه هو الكنترولنج تكنيكس المتاحه، الاكتيفيتيز اللي محتاجين يطبقوها في الكنترولنج، امتى يكون في فعلا ديفيشن في البرفورمانس محتاج ان هو المانجر ياخد اكشن، الاكشنز اللي موجوده، ايه انواع الكنترول. كل الحاجات دي عباره عن قرارات بتقابل المانجر في الديلي اوبريشنز بتاعته، وعلى اللونج تيرم محتاج فعلا يوصل لاحسن اوبشن فيها. طيب اخر كورس عندنا عايزين نتكلم عليه في الشابتر بتاعنا، وكنا برضو ذكرناه في الاول، ان مش كل البروبلمز اللي بتقابلنا في حياتنا ليها نفس الاهميه ونفس الكوست وبتاثر علينا بنفس الطريقه. فطبعا لازم يكون الرياكشن بتاعنا او رد فعلنا على المشكله حسب اهميتها وحسب تاثيرها على الشورت او لونج ران، المدى القصير او الطويل. ببدا اختار الابروتش او الطريقه بتاعه القرار اللي تناسب المشكله. زي ما قلنا في الاول في مشاكل بسيطه بتقابلني روتينيه ديلي بتعامل معاها كل يوم، فاوتوماتيك القرار اللي ببدا اطبقه عليها بيبقى قرار برضو روتيني فاميليير بيحصل ريبيتيتيف طول الوقت بيكرر. طب لو عندي مشكله جديده نون اوكيرنج نون روتين يونيك مختلفه نيو ان يوجوال، فبالتالي ببدا اخد قرار يناسب، يبقى طبعا هي مشكلة بتأثر على اللونج ران، الكوست بتاعتها كبيرة، فأنا عايز قرار فعلا يبقى فعلا يناسب المشكلة دي، أو يبقى برضه تكلفته هتبقى عالية، فمحتاج يبقى بيشنت وياخد القرار الصح.
طيب الجزء الاخير هنا بيكلمني على انواع البروبلمز وما يقابلها من انواع الديسيجن. اول حاجه عندي مشاكل السمبل الروتين السهله البسيطه اللي اتكلمنا عليها. عندنا في الديسيجن دي بنسميها ستراكشرد بروبلم، دي دايما بتبقى ستريت فورورد فاميليار ايزي ديفاين بروبلم، دايما سهله متكرره بتحصل كتير، ستريت فورورد ما فيهاش اي حاجه اندايركت او حاجه صعبه او حاجه فيك. فدايما القرار بتاعي اللي انا باخده في الوقت ده قرار برضه بيتميز بنفس المعايير ان هو ريبيتيتيف روتين، بنسميه بروجرام ديسيجن اللي هو ريبيتيتيف ديسيجن. طيب كل المشاكل بتقابلنا كده؟ لا. طيب عكس الاستراكشر بروبلم طبعا بيقابلني النوع الاصعب من المشاكل اللي هو النون اوكيرنج اليونيك النيو الانيوجوال اللي هو الانستراكشر بروبلم اللي هي نيو اور انيوجوال بروبلم زي ما احنا اتكلمنا. وطبعا الحاجات فيها بتبقى فيك امبيكيوس مش متاحه غامضه. طب ينفع البروجرام العادي الروتيني يحل المشاكل دي؟ اكيد اوتوماتيك لا، لان هو اوريدي البروجرام ريسيشن مبرمج او معمول عشان الاستراكشر. طب ان كيس اوف ان ستراكشر محتاج ساعتها ايه بقى؟ النون بروجرام ريسيشن، لان هو طبيعته نفس طبيعه الان ستراكشر، طبيعته يونيك كاستمايز مختلف معمول مخصوص عشان مشكله معينه، فهو بالتالي كاستم ميد سولوشن. يعني عندي مشكله جديده مختلفه ديكلايننج رهيب فجاه في السيلز انخفاض في المبيعات، مشكله مقصره في فرع مثلا فروع بزنس جديده مختلفه ما عنديش اوريدي حلول جاهزه ليها وموجوده في البيزنس عندي او في الرولز بتاعت البيزنس، فمحتاجه طبعا ان انا استعين بالتوب مانجر، محتاجه وقت، محتاجه اعمل برين ستورمنج اجمع افكار عشان اوصل لحل جديد ومختلف. ما عنديش حاجه في الرولز بتاعت البيزنس تقولي الحل، فمحتاجه اعتمد ساعتها على الاكسبيرينس وعلى الجادجمنت وعلى النولج بتاعه كل الممبر بتوع الاورجنايزيشن. طب تو فاينلايز الجزء ده طبعا في تيبل كده بسيط بدا يعمل لي ايه سامري للكلام ده كله ويقارن بين البروجرام والنون بروجرام ديسيشن. زي ما قلت كده البروجرام ديسيشن بيتطبق على الستراكشرد او الريبيتيتيف او روتين بروبلم، وايل النون بروجرام ده بيتطبق على الانستراكشرد. طيب مين من الاورجنايزيشن او المانجر ليفل ممكن يساعدني ان كيس اوف بروجرام ديسيشن؟ عندي اللور او الفيرست لاين مانجر ممكن يقوم بايه بالحلول البسيطه في مشكله من كاستمر معين، فممكن الفيرست لاين مانجر يبدا يقابل الكاستمر ده ويحل المشكله. لكن لو ان بروجرام ديسيشن كرايسيس او ديزاستر او مشكله كبيره ساعتها هحتاج الابر او التوب مانجر. فريكوانسي او نسبه دايما حدوث البروجرام ديسيشن قلنا ريبيتيتيف او روتين بتتكرر بتحصل على طول، انما بروجرام دايما بتبقى نيو وان يوجوال. طب الانفورميشن in case in program decision بتبقى دايما ready available complete updated، in case of non program بتبقى incomplete information. طب ال goals بتبقى سهل جدا اوضحها لان already ال problem عندي repetitive routine عدت عليا كتير، فال goals بتبقى clear. لكن in case of non program decision بتبقى ال goals بتاعتي vague. ال time frame طبعا هقدر اعمل بروسيسنج للاستراكشر بروبلم بشكل سريع جدا، فالتايم فريم بيبقى شورت او وقت قصير، لكن في الكيس النون بروجرام بتبقى لونج تايم. فاينلي بروجرام ديسيشن قلت حاجات اوريدي افيلبل عندي وموجوده في الاورجنايزيشن، موجوده في الرولز في البوليسز في البروسيجرز. اول ما الاقي بروبلم معينه في مثلا عندي امبلويز بتتاخر في الشغل، طب ايه الرولز او البوليسز بتقول ايه وهطبق القرار ده؟ في موظفين بتغيب كتير هطبق الحل معاهم. لكن in case of non-programmed مشكلة جديدة unusual مختلفة customized، فبالتالي مفيش حاجة في الرولز عندي في البيزنس ولا في البوليسيز بتقول لي الحل المناسب، فمضطر ساعتها ان انا اعتمد على الجادجمنت وعلى الاكسبيرينس وعلى الكرياتيفيتي والانوفيشن عشان اوصل لاحسن choice. طيب بوينت اخيرة بس عايزين نتكلم عليها برضو، لان اتكلمنا على حاجات كتير مهمه تخص الديسيشن ميكنج من اول الكونسبت والديفينيشن البروسيس والايتي ستيبس بتاعتها، انواع البروبلمز اللي بتقابلنا وانواع القرارات اللي ممكن ناخدها في كل كيس. اخر حاجه بس بوينت مهمه برضو في توبيك الديسيشن ميكنج، الديسيشن ميكنج كونديشنز، ايه الكيسز اللي بتاثر على المانجر بقى؟ ده شويه بتبقى جزء اكسترنالي بتاثر على قراراته حتى لو كان فيري افكتيف واعتمد على كل الانفورميشن وعلى نوع المشكله واختار كره صح، في برضو اكسترنال فاكتور ممكن تاثر او كيسز في الانفايرمنت ممكن تاثر. طب ايه 3 كونديشنز للديسيشن ميكنج المشهورين اللي لازم المانجر ياخدهم انتو كونسيدريشن في اي مشكله او اي قرار عنده؟
نمبر 1 زي ما احنا عارفينها طبعا السيرتينتي او الكيس سيتويشن، المانجر فعلا كل حاجه تبقى عنده كلير، كل الاوت كام واضحه اللي هي شبه الرشد النظري. فطبعا يا ريت كل قرارات الديسيشن ميكرز والمانجر تبقى ان كيس اوف سيرتينتي. ليه؟ لان هو ضامن ان كل المعلومات افيلبل، هيقدر يحدد المشكله بشكل واضح، هيقدر يحدد الجولز بتاعته. بس طبعا الكيس اوف سيرتينتي في الريل لايف او في الاكتوال كونديشن بتبقى قليله جدا. طب ايه اللي موجود؟ التو كيس التانيين هما اللي اكثر شيوعا او الموست كومن دلوقتي بيأثروا على المانجر والديسيشن. اللي هي الكيس اوف ريسك، دي الكيس ان بتوين. يعني طبعا لو اعتبرنا سيرتينتي ده البيست كيس سيناريو، يا ريت كل الكيسز وقت اي قرار من المانجر او الليدر تبقى سيرتينتي. فالريسك يعني ميديم كيس، ان انا اخد قرار معين بس عندي ليفل من الريسك، يعني اوصل اكبر كم كم من الانفورميشن والديتا وعندي استيميشن وفوركاستنج ان انا اوصل للاوتكم او probability، بس عندي ليفل من الريسك دايما I have to consider. فاينلي بقى والورست كيس سيناريو او اسوأ الحالات اللي ممكن تقابل المانجر والديسيشن ميكر في القرارات، هي ان كيس اوف uncertainty، لان لا عندي probability ولا عندي certainty ولا عندي حاجة اعتمد عليها. الحوار كله بيبقى very fake، الانفورميشن قليلة جدا، مش قادر احدد الكورس بشكل clear، مش قادر اعتمد على الداتا اللي انا محتاجها او الاقيها. فبالتالي الكيس هنا بتبقى صعبة جدا، مفيش حتى estimation او forecasting probabilities اللي ممكن اعتمد عليها. فدي من اسوأ الكيسز او worst case اللي ممكن تقابل المانجر او الديسيشن ميكر. دي كده كانت اخر بوينت معانا في التوبيك او الشابتر بتاع الديسيشن ميكنج. اتمنى كده نكون حاولنا نوضحه بشكل بسيط. طبعا انا معاكم في اي حاجه واي اسئله، برضو هحاول اتواصل معاكم ونحاول برضو نعمل ابلاينج على الشابتر ونحل عليه ونشوف ممكن ايه شكل الاسئله اللي بتيجي على الجزء ده. ان شاء الله اتكلم بعد كده التوبيك الجاي في التوبيك تاني ان شاء الله مختلف، وهبقى اوضح لكم هو ايه برضو هنتكلم فيه. شكرا.